entre la roue et tu Donc, entre la chaîne YouTube interne et Lyons Academy. تلقى لي سيونس ديجا هبطناها نتاع البارح اللي هي هذايا سيونس كور بارتي 1 هذه البارتي 2 اللي هي دي زيكزارسيس دونك حتى اللي ما نجمش يحضر معنا في جوجل ميت على خاطر خلطنا على النومبر ماكسيموم اللي هو 100 بيرسون دونك نجموا بعد ان شاء الله في الليل تلقاو الفيديو بوبليي في الشان تاعنا داكوغ دونك حتى ما باش يفوتكم ان شاء الله بيه رابيل سارون شنو عملنا في السيونس اللي فاتت دونك شفنا شابتر نيميرو 1 براتيكمون شفنا اش معناتها لي تيب شنو هما لي تيب تاعنا شفنا اش معناتها اوبجي شنو الفرق بين فاريابل بين كونستانت شفنا كومون ديكلاري ان اوبجي شفنا كومون مانيبيولي لوبجي تاعنا كيفاش نقراو اوبجي كيفاش نفيشيو اوبجي من بعديك قدمنا شوية مع بعضنا شفنا لي زوبيراتور اريتميتيك و لي زوبيراتور لوجيك كيف كيف دونك من بعد شفنا لي فونكسيون و لي بروسيدور بريديفيني و اكتشفنا مع بعضنا اش معناتها كلمة بريديفيني قلنا لي كلمة بريديفيني معناتها راهي معرفة معرف معناتها لي بروسيدور و لي فونكسيون هذوما معرفين مسبقا او نيفو دو ليبراري اللي هي اسمها وين سي ار تي داكوغ دونك الناس الكل نورمالمون فهمنا شو معناها تخي ديفيني ومن بعد مع بعضنا بعد ما شفنا لي فونكسيون لي بروسيدور بري ديفيني تاعنا الكل مشينا عملنا شفنا عملنا طلع على لي تابلو تاعنا شفنا شو معناتها كاز شو معناتها ديزانديس سا سيغ اكوا التابلو لي كاز شنو هما لي تيب تاعهم اسكو لي تيب يكونوا ديفيرون والا دو ميم تيب Donc, on va aller faire deux exercices simples. Pour apprendre le travail, on va aller dans le chapitre numéro 2, il y aura les structures conditionnelles. Bien, pour les structures conditionnelles, est-ce que la gestion, c'est ma condition معناتها كونديسيون معناتها شرط معناتها ما تصير حاجة إلا ما تتحقق حاجة يظهر لي لهنا اللوجيك واضح على خاطر في الانفورماتيك دونك نحن الباز نتاعنا والا الحاجة المهمة اللي لازم تكون عندك كانفورماتيسيان ولا كفيتور انجينيور ولا كديفلوبور يلزم يكون عندك اللوجيك دونك يلزم مخك يخمم باللوجيك هنا كلمة تاعنا واضحة اللي هي شنو قلنا لي ستركتور كونديسيونيل دونك الشابتر هذا سباز على دي كونديسيون دونك عندنا تروا تيب دي كونديسيون عندنا كونديسيون بون عندنا اون معناتها كونديسيون هنا باش نستعملوا سي نقولوا سي عندنا سي سامبل وعندنا سي كومبوزي وعندنا سي امبريكي كي نجي انا مثلا نجي نقول لك ما تنجم تعمل حاجة هذية الا ما تعمل حاجة هذي مثلا ما تنجمش تجيب معدل به الا ما ريفست مليح ما تنجمش تجيب معدل به الا ما تكون سهرت وقريت وتعبت دونك هذي كونديسيون تاعنا دونك انا كي نقول لك ما تنجم تعمل هذي الا ما تكون عندك هذي مثلا انا قاعد نقول لك لأني اذا كان جبت معدل اذا كان قريت بالباهي على روحي وريفست بالباهي وسهرت بالباهي اراو باش يولي عن اراو باش نجيب معدل باهي دونك الحكايه لهنا سباز على الكونديسيون معناتها انا ما نجم نخلط نجيب معدل باهي الا ما نحقق لي كونديسيون تاعي الا ما تكون الكونديسيون تاعي هذيك فري شنو هي الكونديسيون تاعي في الكهرباء هذيا تو سامبلمون انا نقرا على روحي ونفهم بالباهي شنو قاعد البروف يحكي والكور تاعي دونك يا جماعة إذا كان عندكم أي كيستيون ولا حاجة تنجموا تكتبوا في الشات وإلا نعطيكم باش نقول أنا يا أخي السيونس هذه باش تهبط في اليوتيوب سيو بيان سيو فرانس السيونس هذه باش تهبط في اليوتيوب إن شاء الله. دونك
اي نبداو في الصحيح. دونك قلنا لهنا في الشابتر نتاع لي سكريتور كونديسيونيل باش نراو ثلاثة حاجات مهمة على الاخر اللي هي سي سامبل. تقولوا سي سامبل اش معناتها؟ برا شوفوا السنتاكس نتاعنا يعني خاطرنا احنا اي حاجة في الانفورماتيك راهو عندها سنتاكس، عندها رول لازمنا نحترموها، لازمنا نتبعوا السنتاكس نتاعنا. السنتاكس كلمة سنتاكس معناتها حاجة لازمنا نتبعوها، حاجة لازمنا نحترموها، حاجة لازمنا نتقيدوا بها. داكوغ؟ دونك شوفوا السنتاكس في الاناليز في الالغوريتم وشوفوا في الباسكال. يقول القائل مسيو اللي طلع احنا سي بون ما عادش نعديو براتيك يا اخي، مهم الباسكال. اي مهم الباسكال، علاش؟ على خاطر ينجم يجيك في التيوريك يقول لك اعمل لي كونفرسيون تاع الالغوريتم هذا الباسكال، ولا تيك باسكال يقول لك كونفرتيو الالغوريتم وزيد حاجات وبدل حاجات. دونك السنتاكس نتاع الباسكال يلزم يكون في مخك كيف كيف. بالنسبه للسنتاكس نتاع السي سامبل اللي باش نسميوها غران تاع، هذا باش نسميها غران 2، باش نسميها غران 3. بالنسبه للسنتاكس نتاع الالغوريتميك نجي نقول هنا سي ونحط هوني سي ان دي ا بي. سي ان دي هذيا معناتها راهي نقصد بها كونديسيون ا داكوغ. سي ان دي 2 حتىك سي ان دي ان. الوغ دونك نجي هوني هذي لو بوان دانتروغاسيون هذيا راني نقصد بها اي والا او. معناتها اذا كان الكونديسيون الاولانيه اي الكونديسيون الثانيه، والا نقولوا اذا كان الكونديسيون الاولانيه او الكونديسيون الثانيه فري، الوغ شنو باش نعمل؟ باش نعمل ان تريتمون بيان ديتيرميني. هنا جو في لونسي ان تريتمون. بعد نجي نقولوا لهنا فاسي بي مسيو كي تبدا عن اليا باش نعمل بي مسيو يا اخي مش باسكال تنحى خاطر البراتيك تنحى بي. انا لهنا ديجا قلت لك الباسكال السنتاكس نتاعك يلزمك تعرفو تاع الباسكال على خاطر في الدفوار تيوريك راه ينجم يجيب لك الالغوريتم ويقول لك كونفرتيو لي باسكال، يعطيك باسكال ويقول لك زيد لي حاجات وبدل حاجات واعطيني l'algorithme inter, d'accord. Donc c'est important de savoir Pascal, d'accord. B, de savoir syntaxe inter comme tel Pascal. Donc syntaxe l'année, et bien sûr l'année trente les parenthèses. Donc trente si, trente parenthèses, trente les conditions inter, binet chaque condition et ou elle ou, ou chaque parenthèse inter comme tel alors. L'année fait Pascal, j'ai encore if. نحط الكونديسيون تاعي الاولى هنا، هذه نقصد بها اند ولا نقصد بها اور. الكونديسيون الثانيه حطيتش الكونديسيون ان، هنا نجي عندي كلمه الذان تاعي بي. لهنا سيل فو بلي الناس الكل تركز معايا على خاطر سي امبورطون. برشا تلامذة يجي لهنا يقول لك اسمع راني عملت الكونديسيون تاعي انا هنا مريقل وما حبش تخدمني مثلا، هذه في البريود اللي يخدموا فيها براتيك. دونك حتى في التوريك اذا كان باش يجيك راه باش يحاسبك عليها الحكايه هذه. دونك اذا كان عندك اكثر من انستركسيون، اكثر من انستركسيون شنو معناتها اكثر من ديني في وسط الايف نتاعي، راه اوبليغاتوارمون يلزمني نحط البيجين والاند نتاعي. داكوغ؟ دونك وفي الوسط البيجين والاند هذا ما باش نجي لانسي التريتمون نتاعي. D'accord. Donc, هذه بالنسبة للسنتاكس نتاع الاناليز والالغوريتم نتاع السي. سي سامبل. شمعتها سي سامبل؟ معناتها جوست إذا كان حطيت لي كونديسيون نتاعي راهو باش يعمل لي أن تريتمون بيان ديتيرميني. D'accord. ديما حاولوا ريت كي تقرا بروبليم ولا حاجة، ريت كي تقراها بالفرونسي مخك باش يخمم باش يفهموا معناتها بلغتنا نحن. دونك يقول لك مثلا اذا كان لقيت ان اليمون موجود في التابلو راهو باش تافيشي اليمون هذاك. مادام خممت بالطريقه هذيا معناتها اوتوماتيكمون تعرف اللي راهي ثم سي لهنا. علاش؟ على خاطر قلت ثم كونديسيون. الكونديسيون تاعي لهنا اللي هي شنو؟ انك انت تلقى اليمون اللي تلوج عليه في وسط التابلو ولا لا. دونك اوتوماتيكمون في وسط البوكل بور نتاعك وقت اللي قاعد تعمل في الباركور تنشوف البوكل بور في الشابيتر الثالث اللي هي في السيونس الثالث ان شاء الله اللي هي غدوه 9 نتاع الليل، راه في وسط البوكل بور نتاعنا باش يكون اوتوماتيكمون فما سي معناتها فما
كونديسيون تاعنا اللي هي اذا كانت تحققت راني باش نلانسي التريتمون تاعي. كي نقول نلانسي التريتمون تاعي معناتها راني باش نعمل البزوان تاع البروغرام تاعي، راني باش نعمل انجاين تاع البروغرام تاعي، معناتها الموتور تاع البروغرام تاعي. كيما في ليكزامبل اللي خديناه قبيليك قلنا اذا كان عندي ان اليمون نلوج نحب نلوج عليه معناتها في وسط التابلو، دونك باش نفي شيء. دونك تقول اذا كان اش معناتها، معناتها سي. واضح الكونديسيون تاع لهنا اللي هي شنو، اللي هو ليليمون هذاك اللي انت تلوج عليه في وسط التابلو، معناتها اكس ايغال تي دو اي. alors on va faire quoi, on veut afficher اكل ليليمون هذاك اللي نحن ديجا نلوج عليه ولقيناه في وسط التابلو. داكور ولا نافيشي ولا نديس نتاعو تو ديبون بالبزوان تاع البروغرام نتاعك ولا البروبليم اللي تخدم فيه. داكور دونك ديما حاول قمر ما نقولش احفظ، مي قمر السنتاكس. كيفاش تقمر السنتاكس؟ باللوجيك نتاعنا، حتى باللغه نتاعنا التونسيه بالدارجه نتاعنا. نقول مثلا اذا كان عملت حاجه والا الحاجه هذيا راني باش نعمل باش نخلط هكا. كما قلنا من الاول او ما بين السيونس قلنا اذا كان قريت على روحي بالباهي وركزت بالباهي في الكلاس وما حرفت في الدار بالباهي راهو باش نجيب معدل باهي. داكوغ اجا ناخذ اكزومبل هنا على قاعدين نحكيو فيه. معناها هنا عطينا سنتاكس باش نعملو بيتيت ابليكاسيون لي سنتاكس هذايا نتاع سي سامبل نتاعنا. داكوغ مسيو مش نعملو بعد التريتمون بيان فيرغول؟ بيان سور هوني توجور بوان فيرغول، خاطر لي انستركسيون الكل في باسكال لازمك تحط بوان فيرغول. انا جوست عملت هنا دو سلاش هذاما راني نقصد بهم كومونتير. D'accord, ma ta hatta le point virgule hna mach tahasb aliha. D'accord, donc il y a juste un commentaire amalha bach tafhmou li raha hadika ghadi wina nhatou traitement. D'accord, donc ija nkhdmou application sahroul hna le problème bach nhki bach nqolkom ali le problème w ba3dik bach nkhdmou ma ba3d. D'accord, donc bach nqoulou bach nkhdmou programme ma ba3dna li houa sa sera quoi bach yafichi li majeur ou elle mineur اذا كان l'âge supérieur à 18 راني باش نافيشي majeur. D'accord, sinon راني باش نافيشي mineur. بي في الكا هذايا نحن مازلنا ما شفناش سي كومبوزي، دونك باش نقتصروا كان على البارتي اللولانيه اللي هي اذا كان l'âge نتاعي supérieur à 18 alors écrire majeur ainsi. داكوغ الحكاية لهنا باش تقعد ناقصة. علاش؟ على خاطر لاج هذايا كي يدخل نجم يكون أكثر من 18 ونجم يكون أقل من 18. هذاك علاش عندنا البزوان نتاع سي كومبوزي. اش معناتها سي كومبوزي؟ سي كومبوزي اللي هي إذا كان توفرت الكونديسيون نتاعي الأولانية، معناتها إذا كان صارت الكونديسيون نتاعي جات فري راهو شنو باش يصير؟ راهو التريتمون راني باش نافيش نقولو راك ماجور. Sinon, dans le cas contraire, je crois que dans le cas contraire, les conditions en cas de faux. Alors, je vais faire une partie de la partie de la sinon. Tant que je fais, je vais composer l'année. Et je vais appliquer le programme Sagroun Hadé, je vais faire une mot. Donc, nous allons faire une première chose, je vais faire l'âge. L'âge, c'est quoi? C'est un objet saisi par l'utilisateur, donc c'est donné. D'accord? Donc, إجا on met le point sur les i. C'est un خاطر باش تلين دايس نقول لك كيفاش نرزور دي ان بروبليم. بي pour résoudre un problème يا جماعه اول حاجه لازم تعملها tu dois comprendre bien sujet. D'accord, بي ما نعرفش est-ce que فهمتوا sujet اللي انا اعطيته توا والا لا، اكتبوا لي بالرد في لي كومونتير سي وي والا نو. جماعه الحاضرين معايا في جوجل ميت ولا جماعه في فيسبوك؟ Mais le problème, ça consiste à afficher majeur idaken l'âge supérieur à 18. هذه هي الابليكاسيون اللي باش نخدموها مع بعض. واضحه هذو اللي نحكي. دونك نتصور الناس الكل فاهمه سوجي، فهمتوا بالباهي السوجي نتاعنا. ثاني حاجه شنو باش نعمل هنا؟ يلزمني نخمم ان بو دو تكنيك اي دو بري اناليز. جو دوا بونسي ان بو دو تكنيك. Et de préanalyse. Désolé à la chatte.
et de pré-analyse. Et l'autre étape est implémenter. Et j'essaie d'entrer en face franchement à penser un peu les techniques de pré-analyse. بعد امبليمونتي هذايا راهو اللي قاعد نحكي فيه توا مهم على الاخر علاش مهم على الاخر على خاطر هذايا الباز نتاع انك كيفاش نجم تسولفي نيمبورت كيل بروبليم داكور دونك باش نجم تحل مشكل في حياتك حتى كي عندك مشكل في حياتك لطف عليكم اذا كان عندك نيمبورت كيل بروبليم دونك ماكش باش تصدم طول تمشي تعمل مشكل ولا تعمل عركه لا دونك اول حاجه يلزمك تفهم المشكل منين جا بالضبط Donc, tu dois comprendre bien le sujet. Voilà. Tu penses un peu les techniques de pré-analyse. Selon l'expérience de ta vie, selon le knowledge de ta vie, selon le khibra de ta vie, selon le knowledge de ta vie, tu vas prendre des décisions et tu vas les prendre. Tu vas sortir de la douleur ou tu vas sortir de la douleur ou tu vas sortir bien résolu le problème de ta vie. D'accord ? بعد ما خمم تقعد تعمل قهوة مع روحك وبينك وبين روحك شنو باش تعمل وقتها باش تمشي tu vas agir tu vas trouver معناتها tu vas implémenter اكل اللي خممت فيه هذاك الكل لهنا كيف كيف نفس الحكاية انت كتلميذ يلزمك اول ايتاب تعملها باش تحل نيمبورت كيل بروبليم يلزمك تفهم السوجي نتاعك بالباهي ماكش فاهم السوجي راك زايد شفت في ستيل وتبدا تغفص راك من الاخر باش تزلع روحك في الدفوار هذا حاجه معناتها ماذا بينا نيفيتيوها علاش على خاطر من بعد حتى ولو انك خدمت حاجه صحيحه وفيها شويه بالبيز البروف باش يقول هذا قاعد يغفص كما العاده داكوغ دونك لازمك تفهم بالباهي السوجي ومن بعد تستعمل النولج نتاعك والباك جراوند نتاعك شنو معناتها النولج نتاعك والباك جراوند نتاعك selon l'expérience interne, je ne vois pas ou je ne vois rien de camarade en خدمة, d'accord? Que pour je ne vois rien de camarade en خدمة, معناتها أنت je ne vois تعلمت durant عام كامل. حتى كان ما تعلمت شيء عام كامل ميسيرش توا فرصة باش تتعلم نعرف اللي برشا قاعدين يقولوا توا أنا ما تعلمت حتى شيء وأنا اللي مدامني لهنا راني نحب نتعلم. دونك مادام جيت لهنا دونك هذه فرصة باهية باش تتعلم. دونك ركز معايا. بيه. Donc, قلنا لهنا pensez un peu les techniques et de pré-analyse اللي هو ش معناتها معناتها راني يلزمني اللي قريته في اول العام الشابيتر الثاني مثلا سلون نيفو نتاعنا نحن تو مادام في سيونس نيميرو 2 معناتها رانا الناس الكل نتصور الحاضرين لهنا راهم يتفرجوا في الشين يوتيوب يا حاضروا معنا البارح بيه. Donc, يلزمك تعمل النولج نتاعك اللي هي شنو شنو هي قريت وشنو تعلم لي سو بروغرام لي فونكسيون لي بروسيدور بري ديفيني تاعي اش معناتها تابلو شنو اش معناتها اوبجي اش معناتها فاريابل لوبجي تاعي كيفاش ديكلاري وين يتحط كيفاش تصير مانيبيلاسيون تاع لي زوبجي تاعي حاجات هذوما الكل يلزم يكونوا في مخك يلزم يكونوا تحتك وتعرف وقتاش تجبد كل كرتوشه من الكراتش تاعك وقتاش تستعملها داكوغ توا شفنا مع بعضنا حاجه جديده اللي هي اسي D'accord, ici simple. Donc, le problème interne là, il consiste à quoi? Il consiste à afficher. Voilà, l'objectif interne du problème est d'ailleurs le fait d'afficher quel mot majeur il y a l'armure interne supérieure à 18. Mais l'armure interne est quoi? L'armure interne est quoi? Donc, ماشي الناس الكل تسمعوا فيا مليح ولا ايه بربي؟ اي سافا مسيو وي مسيو باهي داكوغ باهي ما راح تشيك الميكرو تشيك الكاسك نتاعك يمكن انت عندك بروبليم الناس الكل سافا نورمال يسمعوا باهي دونك اخر ايتاب قلنا نعملوها اللي هي امبليمونتي دونك اون فا امبليمونتي اللي تعلمناه هذاك سولون شكون سولون لو بروبليم نتاعنا اللي تطرح داكوغ دونك لو بروبليم نتاعنا اللي انا طرحته توا واللي ما كتبتوش واللي حكيته ونحبكم تركزوا معايا الناس الكل توا باش نعاود نحكيك ولا دانيير فوا باش نمبليمونتيو داكوغ توا نحن يا جماعه وين نحن في المرحله الاولانيه توا اللي هي اون دوا كومبخوندر بيان سوجي الناس الكل مع بعضنا معناتها يلزمنا الناس الكل نكونوا اذان صاغيه للبروبليم اللي باش نحكيه انا توا داكوغ بي لو بروبليم الصغرون نتاعنا اللي هي ابليكاسيون الصغرون اللي هي شنو نحبوا نافيشيو شكون كلمة ماجور
إذا كان العمر اللي هو saisi par l'utilisateur supérieur à 18. D'accord. Donc نفهم الكلام هذا اللي ثم ان اوبجي ولا ثم ان فاريابل saisi par l'utilisateur اللي هو شكون لهنا اللي هو اوتوماتيكمون الناس الكل راك قلت توا اج. اذا كان ما قلتش اج يلزمك ترجع تتفرج في الفيديوهات. داكوغ بي باش تعرف وقتاش باش تعرف كيفاش ديستانغي انا هو لوبجي اللي باش يدخل وانا هو لوبجي اللي باش يتعبى في وسط التريتمون والحكايات هذيك الكل. بي دونك يلزمني في توا هذا نورمالمون الناس الكل اوكي on a bien compris ce sujet. Oui, j'en ramène au partie thénie. Le partie thénie, d'ailleurs, قسم trois sous-parties. Les هي partie de l'année donnée, les données MTI. حاجه ثانيه اللي هي التريتمون شنو باش يصير فيه بالضبط. ريت هذايا الكل راهو يلزم يصير اوتوماتيكمون في مخك راهو. اما انا جوست اش قاعد نعمل هنا قاعد نفرك في الرمانه باش انت تفهم كيفاش تخمم باش تحل نابورت كيل بروبليم. التريتمون تاعك هنا ومن بعد عندك الريزولتا. دونك كيما قبل في المكتب كي كانوا يعطونا يعطيونا مساله، المساله هذيا فيها المعطى وفيها المطلوب. داكوغ هذايا المعطى نتاعنا راهو سي كيف كيف صدقني ريت اللي كنت تقرا فيه المكتب تاع السنه السادسه هو بيد الموجود لهنا. الفرق الوحيد انه راهو ولا بالفرنسي. والفرق الاخر اللي هو راه فما حاجات جديده تزادت اللي هي كابوك البور واحد دونك سي نورمال على خاطر المخ ولا ماتيور اكثر ومتطور اكثر. دونك لهنا يا جماعه حاول كيفاش تادبتي روحك مع اللوجيك الجديد هذا. داكوغ دونك اما راهو معناتها سغيست لو ميم كونسيبت اللي هو شنو اللي هو عندك معطى وعندك المطلوب نتاعك ولا الريزلت نتاعك ومن بعد كيفاش خلطت الريزلت نتاعي فما حاجه عملتها باش ناخذ الريزلت نتاعي. لهنا حسب الاكزرسيس نتاعي ولا حسب الابليكاسيون نتاعي شنو هو الدوني نتاعي لهنا زعما اوتوماتيكمون قلت هو بينك وبين روحك اج. اذا كان ما قلتش اج سامحني فيك. دونك لهنا اج اللي هو الدوني نتاعي. داكوغ علاش دوني؟ على خاطر الاوتيليزاتور هو اللي باش يدخل. شكون الاوتيليزاتور؟ الاوتيليزاتور كي نقول معناتها العبد اللي باش يستعمل الابليكاسيون نتاعي. قول لي خيانة وليت نقد في ليزابليكاسيون اي مالا انت ايش قاعد تقرا؟ قاعد تقرا في انفورماتيك باش تتعلم كودي باش تقد دي بروجرام باش تقد دي زابليكاسيون على خاطر لي جو تلعب بهم هذوما الكل راهم سوسون معناتها انسومبل دي ليني دو كود معناتها راهم كلهم لي جو هذوما الكل راهم الباز نتاعهم الالغوريتميك. فهمتني؟ دونك راك اذا كان تفهم الالغوريتميك على باز صحيحه ولا باز باهيه راك من بعد ما تحيرش باش تعمل اللي تحب عليه. اذا كان حتى برشا منكم راهو باك سيونس باك تكنيك وباك مال برشا منكم راهو من بعد باش يعملوا انفورماتيك. دونك بالحق ركز معايا على الاخر على خاطر مهم على الاخر شيء نحكي فيه تو وتو تقول من بعد يرحم والديك الانسان هذاك احكي لي الحكايه هذه. دونك حاولوا الناس الكل حتى اذا كان ضغطوا شويه تو ركزوا معايا الناس الكل. داكوغ دونك انا لهنا سي امبورطون دو سافوار اللي راهو لو بروبليم نتاعي لهنا عندي عنده دوني. دونك يلزم ندخل الدوني نتاعي اللي هو اش ومن بعد عندي ان تريتمون باش نيكزيكوتي به. بالنسبه للجماعه اللي قاعدين يبعثوا في السوليسيون نتاع البروبليم سي بيان يعطيكم الصحه فما كعبيد يخدموا بصحيح مليكين به مي انا قاعد نوجه في خطابي للعباد اللي تحب تعاود من الاول. داكوغ هذايا الكونسيبت نتاع عرض بلوشي. داكوغ وحتى انك اذا كان عرفت كيفاش تحل البروبليم راهو مهم على الاخر اللي قاعد نحكي فيه تو على خاطر البروبليم هذايا ساهل على الاخر مش ما نقولوش تافه. دونك اي تلميذ في الوقت هذايا من العام في الباك في اخر العام راهو يلزم يكون يعرف كيفاش يسولفيه معناتها راك ما عملتش حاجه واو اذا كان بعثت البروبليم ولا راك تخدمته بالصحيح. داكوغ دونك المهم انك شنو تعمل ركز معايا وتتبعني في اللي قاعد نحكي فيه على خاطر انا اش قاعد نعمل قاعد نعطي فيكم في الزبده نتاع ان كيفاش تحل نابورت كال بروبليم. اذا كان البروبليم معناتها صعيب على الاخر راه لي ستيبس هذوما اللي قاعد نعطي فيك فيهم راه ينطبقوا على نابورت كال بروبليم دو نابورت كال ديفيكولتي. داكوغ دونك حاولوا ريت لانفورماتيك قوته كله لوجيك اكثر من انه يكون امبليمونتاسيون وتمليس. داكوغ دونك حاول كيفاش تكبتي اللوجيك هذايا. نعم قلنا نحن قلنا اول حاجه نعملوها الفو كومبروندر بيان سوجي نفهم السوجي نتاعي بالباهي. من بعد
يلزمني نخمم ان بيري تكنيك دو بري اناليز. شنو معناتها ان بيري تكنيك دو بري اناليز؟ معناتها يلزمني نخمم نستعمل معون الخدمه نتاعي اللي انا تعلمته قبل في الشابتر الاولاني والثاني والثالث. بي اخر حاجه جو دو امبليمونتي. انا توا نحكي معاكم ليتاب نيميرو 2. ليتاب نيميرو 2 بحد ذاتها يلزم مخك يقسمها 3 سو زوتر بارتي. البارتي الاولانيه اللي هي الدوني، البارتي الثانيه اللي هو التريتمون، البارتي الثالثه اللي هي الريزلتا. بالنسبه للدوني نتاعي لهنا راني مش مدخل لاج في الاكزامبل نتاعي، في البروبليم نتاعي انا. علاش لاج؟ على خاطر لاج هو لوبجي فاريابل نتاعي، دونك يلزمني نعمل له سيزي نتاعو. دخلت لاج يعطيني الصحه، هو شنو باش نعمل به لوبجي نتاعي هذا اللي انا دخلته؟ ساكي نقول دخلت لوبجي وين كتبته؟ اوتوماتيكمون اذا كان تفرجت فيا البارح، تفرجت فيا في الـ في الـ في الشين يوتيوب ولا اذا كان حضرت معايا، راك باش تعرف اللي لوبجي هذايا راهو باش يتعبى في الرام، صحيح سهام. دونك راهو باش يصير سيزي نتاع لوبجي نتاعي في الرام، جود جوب ساره. دونك يتعبى في الرام يولي عنده فالور. من بعد هذاك الفالور هذاك نتاع لوبجي هذاك اللي هو اش، شنو باش نعملوا به بالضبط؟ باش نمانيبيليو، على خاطر نحن الانفورماتيك راهو الباز نتاعو شنو هو؟ انك تمانيبيلي في دي زوبجي، مانيبيلي في لي كاز ميموار، كي نحكيو با نيفو معناتها نحكيو كوتي هاردوير معناتها توسكي رام واحد، رانا قاعدين اون فيت نخدموا في دي زالغوريتم باش يمانيبيليو لنا توسكي با نيفو الرام معناتها. داكوغ؟ دونك شنو باش نعمل هنا؟ باش ناخذوا الفالور هذاك من الرام ونتستيو عليه. كي نقولوا نتستيو عليه معناتها رانا باش نعمل كونيس، باش نقولوا اذا كان لاج هذاك كيما قال طه يعطيه الصحه، اذا كان لاج نتاعنا هذاك سوبيريور ايكال 18، الوغ راني شنو باش نعمل؟ باش نافيشي كلمه ماجور. داكوغ؟ ونقف غاديكا. دونك الريزلتا نتاعي انا لهنا اللي هي شنو هو الريزلتا؟ الريزلتا نتاعي لهنا اللي هو لافيشاج نتاع كلمة ماجور. داكوغ؟ دونك ايش نحاولوا توا مع بعضنا بعد ما فهمنا ليتاب نيميرو 1 وليتاب نيميرو 2، ايش نحاولوا نعملوا ليتاب نيميرو 3 اللي هي امبليمونتاسيون. كلمة امبليمونتاسيون معناتها تو سامبلومون تشد ستيلو وتبدا تكتب. وتبدا تملس. وقتاش تبدا تكتب؟ وقتاش تبدا تملس؟ تو سامبلومون وقت تكون فهمت بالباهي السوجي وتكون عملت الاستراتيجي نتاعك والبلان نتاعك سولون لي سوزي لي تروا زيتاب هذوما، وتعرف روحك معناتها براتيكمون تعرف روحك شنو تستحق وشنو باش تستعمل باللي قريته الكل. دونك وقتها اخر ايتاب اللي هي ما تستحقش برشا وقت اللي هي لامبليمونتاسيون. دونك كي تكتب ديريكت ديبي ابليكاسيون بيتيتان، قلنا لهنا عندنا لوبجي نتاعنا اللي هو اش باش يكون سيزي باغ ليتيليزاتور. دونك نعرفوا اللي سيزي تصير لنا بالكريب، نطلب منه لاج ايكال ليغ اش. من بعد شنو باش نعملوا لهنا؟ باش نجيو نقولوا اذا كان لاج نتاعي اكبر او يساوي من 18، الوغ شنو باش نعمل؟ الوغ راني باش نافيشي كلمه ماجور. الوغ نقول باش نافيشي معناتها راني باش نستعمل شنو هو؟ شكون يجاوبني؟ صحيح. دونك رانا باش نستعملو اكخيغ. جود جوب. دونك شو نقولو اكخيغ؟ لا نقولو له راو ماجور. داكوغ؟ نقولو فانسي نتاعي. اخر حاجه اللي هي ما تنساش تسكر البروغرام نتاعك وما تنساش حاجه اخرى مهمه على الاخر اللي هي التي دي يو نتاعي اللي هو التابلو ديكلاراسيون دي زوبجي نتاعي. لي زوبجي نتاعي الموجودين هما اللي هما شكون؟ اللي هو لاج نتاعي، التيب نتاعو شنو باش يكون؟ التيب نتاعو سي اونتيي والناتور سي ان فاريابل. واضح؟ بي ريتم بيه. سينو هذيك مازلنا ما حكيناش عليها توا، هذيك باش نزيدوها وقت اللي نقراو سي كومبوزي. داكوغ؟ توا خلي عملت لك انا اش عملت هنا توا، جيت اعطيت السي سامبل نتاعنا اللي هي هذيا. قلنا السي سامبل نتاعنا شنو باش نشوفو؟ نشوفو اذا كان مسيو علاش ما عملناش بيه.
علاش ما عملناش الرول؟ باهي، بالنسبة للرول لهنا سيت حبوا يزيدوه ما يقلقش، مي انا جو بريفير ما نكتبوش على خاطر باش يضيع لنا وقت، اللي هو حاجة واضحة معناتها، لا هذايا سي لاج دون بيرسون معناتها. داكور؟ واضح مسيو. مسيو يا اخي اللي سؤال جاني قال لي تفضل. يا اخي مش الاكريغ والليغ معناتها فرد اداب مع بعضهم في الان؟ لهنا معناتها بون تنجم تحط لي راه هنا تنجم تحط يقلقش يا فاتسي تنجم تعملها حتى كل واحده وحدها كل انستركسيون وحدها. دكاور؟ اوكي باهي. سمية فما شكون يقول تنحى الرول، فما شكون يقول ما تنحاش الرول، مي انا براتيكمون تلمذتي ما قريهمش الرول، مي فما كعبات يقولوا لي راه مسيو راه الرول سي نوتي عند بروفنا، فما بروفات يقولوا لي سي با نوتي، دونك ديبانس بالبروف شنو يحكم. فهمت؟ مسيو يخي نورمال نكتبو سوبيريور و ايكال في الالغوريتم بالفاسون هيكي كيما في المات، خاطر في باسكال نكتبوها السين نتاع ليغاليتي و معاها الايكال. اي بالنسبة للالغوريتم نكتبوها كي، بالنسبة لباسكال كيما الطريقة اللي حكيت عليها انت. داكوغ؟ باهي الاناليز نحاها. باهي دونك ايجا نافونسيو توا اللي هي سي كومبوزي. باهي كي نقولوا سي كومبوزي شو معناتها يا جماعه؟ معناتها راني باش نحكي على سي سي نو سي سي نو سي سي نو. داكوغ؟ دونك اجا نشوفوا السنتاكس في الالغوريتميك بالطبيعه في الباسكال. باهي بالنسبه للالغوريتميك لهنا شو نقول؟ اذا كان بالطبيعة نفس الحكاية سي ان دي ان حتكش لسي ان دي ان. داكوغ؟ الوغ الوغ نعمل ان تريتمون بيان ديتيرميني. باهي دونك لهنا حاجة أخرى نحطو سي نو سي سي ان دي ان كونديسيون ان هذايا كالعادة ما تنساوش نقصد بها A وإلا U. داكوغ؟ ألوغ نجم نكتب برشا سينونسي راهو تو ديبون بالبزوان نتاعي. آخر حاجة نعملها اللي هي السينون نتاعي من غير ما نحط لي كونديسيون ونجي نقول فان سي. داكوغ؟ B إيجا نرجع للإكزرسيس هذايا شوية بالله. نسألكم سؤال، وقتاش يدخل يلانسي التريتمون هذايا؟ وقتاش يدخل يلانسي؟ وقتاش يدخل ويافيشي ماجور؟ وقت اللي تو سامبلومون وقت اللي يلقى الكونديسيون صحيحة اش معناتها؟ لاج سوبيريور ا 18 معناتها وقت لاج سوبيريور ا 18 ترجع لي فري، وقت اللي هذي فري الوغ راني باش ندخل نلانسي التريتمون لهنا. هو دون لو كا هو هذايا ماهيش فري البروغرام نتاعي مش باش يفيشي لي حتى شيء في الكا هذايا هكا ولا دونك لهنا دو فيان بزوا نتاع سي كومبوزي. داكوغ؟ دونك لهنا هذاك علاش حاشتنا بسي كومبوزي على خاطر نقولوا اذا كان سي ان دي ا معناتها الكونديسيون الاولانيه فو راه لوجيكمون لازم يمشي ويفيشي حاجه اخرى. داكوغ؟ معناتها اذا كان يفري الكونديسيون الاولانيه الوغ راني باش نفيشي اللي حاجتي بيه سولون الفالور نتاع الحاجه هذيك سوا فري والا فو. داكوغ؟ اجا نحكي توا شويه على باسكال. في باسكال كيما العاده تفضل. مسيو بلي نحطو معناتها بيجين واند في ال يعني ديبي وفان في السينونسي. لا لا معناها في الالغوريتم ما تحطش ديبي وفا. داكوغ؟ جوست في الباسكال وتبعني قلت لك في الباسكال نحطو بيجين اند، اما عندك لهنا في الكا هذه قلت لك راه نحط بيجين اند اما كي يبدا اكثر من انستركسيون. اش معناتها اكثر من انستركسيون؟ معناتها اكثر
من ليني. اذا كان في الايف نتاعي مثلا نجي نقول لك هنا اذا كان لاج سوبيريور دو زويد انا نمشي نقول له ايكريغ ماجور ونفيش حاجه اخرى مثلا ايكريغ بونجور مثلا. دونك جي في دو تريتمون لهنا. Les deux traitements, ils ont besoin d'un certain nombre de gènes ou un peu plus qu'un tiers. D'accord. Ou on peut dans ce col traquer ce maïa. Dans la quête, je n'ai pas tawa. Dans le plus qu'un là, né. Des gènes ou un. Né, on dit else if. B. Quand tu as vu là, né. Chamal. Amal un point virgule. Haka wale. Point virgule. Fil un d'interne. Sachant que là, né, qui a besoin d'un dit si composé. Alors, faire attention. Le point virgule là, je ne l'écris d'accord. معناتها الليني اللي قبل الالز directement راهو ما يلزمش يكون فيها point virgule. D'accord. Et donc else if وين ما ترى if معناتها راهو فما دي كونديسيون. وين ما ترى if معناتها راهو عندي دي كونديسيون. D'accord. نجم نكتب برشا مرات الالز اف نتاعي واخر حاجه نكتبها الز ونلانسي تريتمون نتاعي زاد لهنا في السينو. داكوغ. دونك هذايا هكا نكونو شفنا السنتاكس نتاع السي كومبوزي نتاعنا. جينا توا نخدمو يا اخي في السي نجم نحط اكثر من كونديسيون معناتها زوز كونديسيونات في نفس الوحده يعني. Si on a un exemple, il y a un homme ou majeur, je vais dire majeur. Sinon, je vais dire homme mineur. D'accord? Donc, je vais dire automatiquement, ou bien logique, ou selon. Rules اللي حطيناهم لهنا قلنا أول حاجة نفهم السوجيه. السوجيه نتاعنا سي كوا دون سيت كا. السوجيه نتاعنا أن نحنا باش ندخلوا دو زوبجي. زوبجي الأولاني اللي هو سكس اللي هو اسكو باش يكون أوم ولا باش يكون فام. داكوغ. وشنو باش نعملوا آخر باش نشوفوا باش ندخلوا لاج وسولون لاج وسكس باش نفيشيو اسكو سيت أن أوم ماجور ولا أون فام مينور وإلا أوم mineur ou elle femme majeure. D'accord. B. Donc, si on essaie de traduire le fait que la hadaya, mais l'algorithme est là directement. Nous savons que nous sommes là, mais on a rien à faire. On va utiliser si, sur condition hadaya. Je trouve si composé. D'accord. Maintenant, on a plus, j'ai plus de conditions. Donc, je dis là, mais on peut. C'est le début. Application 2, dit le hané, natra, lire, et le chalina, le hot le hané âge, on a écrit le zéda. Ah, ok. لهنا في الكا هذه باش ندخلوا لاج نستكفيو باللاج باش نتستيو على لاج. داكوغ. نقول لكم كيفاش ولا ليكزومبل اللي حكيتو لكم قبيلي كتا نشوفوه مع سي امبريكي. داكوغ. دونك اذا كان باش ندخلوا هنا اذا كان لاج نتاعي سوبيريور او ايغال ا 18 الوغ نقول هنا اكريغ majeur. D'accord. Sinon, je dis au cours de l'année, sinon si l'âge NTI dans deux, voilà, l'ouest de Khamsa, maintenant, on va me bien l'ouest de Khamsa, alors je n'en bon, je Khamsa, le hot ou le 3, alors écrire bébé. D'accord. Je n'ai pas de condition. Alors, je n'ai pas de condition. Sinon, si,
لاج نتاعي سواء نجم نكتب لاج نتاعي في وسط الواحد الخمسة ولا نجي نقول لاج نتاعي superior strictement à 5 et l'âge intérieur inférieur ou égal à 16, voilà, inférieur ou égal à 17, alors, on peut dire, enfant, écrire, enfant, d'accord? Fin, si. B. Donc, il y a un si composé interne. D'accord? Donc, je suis au Tawa. Sacro. Fin à l'application interne. Je suis au Tawa. TDO interne, bien sûr, il ne faut pas l'oublier. Objet. Type nature, donc l'objet était avec l'âge, et l'âge entier. D'accord? Et je vous donne la dernière partie du chapitre 2, le chapitre 2, il est si imbriqué, maintenant si, figure si. Et après, quand la partie est là, je vais faire des exercices réels, ou des applications. D'accord? Mais la troisième partie est là, اللي هي سي امبريكي. كلمة امبريكي شو معناتها؟ معناتها حاجة في وسط حاجة، معناتها لوبيلوجيك نخمم شنو الحاجة نخدم عليها هنا توا، قاعد نخدم على سي، معناتها سي في وسط سي، داكوردو؟ باهي، دونك نجي لهنا باش نكتب بالسنتاكس كيما العادة. الالغوريتم. الغوريتم والباسكال. دونك لهنا في الكا هذه نجم نقول اذا كان عندي دي كونديسيون لهنا سي ان دي ان بليزيور اوتر كونديسيون الوغ نجي في وسط السي هذه بحد ذاتها ونجي نحط سي اخر. ونجم في وسط السي هذه نعمل دي سي اخرين. داكوغ؟ Mais juste pour simplifier les choses, on a dit que je vais mettre un peu de temps pour vous dire que tout est possible. Je vais mettre un peu de temps pour vous dire que عندك دي كونديسيون الوغ داكوغ لهنا زاد تنجم تحل سي اخرى دي كونديسيون نتاعك الوغ تعمل تريتمون تعمل هوني فان سي بيان سور تنجم تزيد هنا زاد تعمل سي نو سي تعمل بريت إليميتي تنجم تعمل اون انفينيتي دي سي نو سي بالقفله سوا بسي نو سوا بسي نو سي ما تقلقش داكوغ هنا تريتمون وبعد فان سي نتاعي داكوغ اذا كونفيرتي الحكايه اللي كنا نكتبوا فيها توا باللونجلي اللي هو بالباسكال دونك لهنا نجي شكون عندنا شنو شكون عندنا لهنا شكون عندنا اف سي ان دي ان عندك دي كونديسيون اخرين زين ولهنا اوتوماتيكمون باش تحل بيجين علاش على خاطر عندك اف اخرى في وسط ولهنا زاد تنجم تحل بيجين اخرى اذا كان التريتمون نتاعك باش يفوت اكثر من ليني داكوغ اللي يطبق على الايف الكبيره هذه يطبق على الايف الصغيره هذه داكوغ ما تضيعوش كي يكثر عليكم لي بوكل ما تدخلوش بعض داكوغ مسيو قول مسيو علاش حطينا بيجين قبل التريتمون باهي البيجين قلنا نحطها كما ذكرنا من الاول لهنا كما ذكرنا لهنا قلنا البيجين نحطها وقتاش وقت يبدا عندي اكثر من اون انستركسيون معناتها وقت يبدا عندي اكثر من لينيا في البوكل نتاع في السي نتاعي في وسط التريتمون نتاعي داكوغ دي لهنا نحط لو بوان فيرغول نتاعي لهنا ما نحطش لو بوان فيرغول علاش ما نحطش لو بوان فيرغول على خاطر عندي تحت الايف هذيا الز
if or. D'accord? On a un traitement. Then. Parce que là, je n'ai une infinité de else if ou de else sur ce bar. D'accord? Bien, et je n'ai pas adé à Ottawa l'application. Donc, l'année, je n'ai pas une application 2. Et je n'ai pas acquis l'application adé. Tout simplement, l'application adé consiste à le concept adé. Il y a un âge ou un âge. Variable âge, je vais mettre variable sexe. Variable âge, je vais mettre un entier. L'entier, je vais tester les embats. Il y a un supérieur à 18. Ou l'âge, il y a un âge supérieur à 18. Ou sexe, H, alors je vais mettre un homme, c'est un homme âgé. D'accord? Il y a un taux. L'âge, je vais mettre un homme à 18. Alors je vais mettre un l'âge, Rahu, c'est un homme mineur. D'accord? Donc, il y a un sexe interne, une femme, ou l'âge supérieur à 18, alors je trouve une femme majeure. Il y a un sexe femme, ou l'âge inférieur à 18, alors je trouve que c'est une femme mineure. Donc, la logique, là, je mets à, quand je me teste, je vais aller. كينا على 4 تيست هكا ولا تيست الاولاني اللي هو علاج اذا كانوا سوبريور 18 وشنو اخر والسكس اذا كانوا هاش معناتها او هذه ما الكونديسيون الاولاني الكونديسيون الثانيه اذا كانوا ام اما لاج نتاعو اقل من 18 الكونديسيون الثالثه اذا كان يفهم واللاج نتاعها اكثر من 18 الكونديسيون الرابعه اذا كان يفهم والسكس ولا ولا واللاج نتاعها انفيريور 18 دونك عندي 4 كونديسيون هنا داكوغ بي باش نخدموا الحكايه هذيا تصور الناس الكل انا بيان كومبري السوجي هكا ولا دونك تو باش نتعداو للبارتي الثانيه اللي هي بونسي ان بيري تكنيك دو بري اناليز نتصور الناس الكل في كي احنا نخدموا في ابليكاسيون دونك نعرفوا شنو باش نستعملوا هنا اللي هي السي نتاعنا باش تكون سي امبريكي داكوغ معناتها سي في وسط سي دونك انا باش نقولوا اذا كان السكس ايكال هاش معناتها راهو ام الوغ تجي نعمل تيست اخر هنا اذا كان لاج نتاعو سوبيريور 18 الوغ ام ماجور سينو ام مينور باش نفس الحكايه باش نطبقوها اذا كان جات فام داكوغ دونك باش نجي لهنا au début, application 2, je dis le honi, je vais mettre la première chose, l'âge. Donc, écrire âge égal, lire âge. L'année, écrire sexe égal lire sexe. Et demain les snin, demain snin, nous avons deux objets mtr. Les deux objets nous avons déclarés figurent ram mtr. Voilà. L'objet est d'ailleurs est âge. Le type mtr va se couper entier. والكوبا نتاعو باش تكون كوبا محلوله علاش على خاطر سي تان فاريابل اش معناتها ان فاريابل معناتها سي تان نوبجي كي فاري لور دو ليكزيكسيون دان بروغرام معناتها ينجم يدخل من دور 18 ومن بعد اذا كان يعاود يلانسي الكليون نتاعي ولا اذا كان يعاود يلانسي اللي باش يستعمل الابليكاسيون نتاعي اون دوزيام فوا ينجم يكتب لاج مش 18 ينجم يكتبها اي حاجه اخرى هذاك علاش سميناه فاريابل لهنا نفس الحكاية السكس نتاعي كاركتير باش يكون سي تان فاريابل الكوبا نتاعو معناتها محلولة دونك دخلنا توا دو زوبجي الاج و السكس اجا نتستيو عليهم توا توا باش نجيو نقولو لهنا اذا كان الماجوس نتاع شكون نتاع السكس égal h.
يقول ما فهمش فاز المجوس، يقول أنا طبعا نفسر هيك ليه فاز المجوس لهنا تو سامبلومون عملناها على خاطر السيد. يا اخي كي معناتها طلبت منه باش يعطي سيكس، ينجم هو يكتب لك معناتها فم ولا ام معناتها كامله، مش حرف برك. حقيقه ما نجمش نعمل عليها الماجوس، مش نورمالمون نحط له كونديسيون ولا حاجه باش معناتها نفرض عليه يحط هاش بالكيس. ما نولي نجم نفرض عليه كان في الشابيتر نيميرو 3 داكوغ، وقتها نولي نجم نفرض عليه بالريبيتي بالكونترول دو سيزي داكوغ. الشابتر هذا باش نشوفوه غدوه ان شاء الله. مي نحن لهنا باش نعطيو الثقه في ليتيليزاتور باش يستعمل لابليكاسيون نتاعي. دونك انا جوست لهنا جي ديكلاري لوبجي نتاعي سيكس دو تيب كاركتير. الكاركتير نعرف ما يقبل كان حاجه برك يكون كاركتير، معناتها جوست يا يكون الكاركتير الفابيتيك يا كاركتير نيميريك يا كاركتير سبيسيو كما ريناها من بعد داكوغ. دونك باش تكتب جوست كاركتير واحد، وسلون الكاركتير هذاك نحن باش نعملو الماجوس باش نطلعوه ماجوسكول وباش نقارنوه مع الهاش. الهاش اللي هي ماجوسكول هذاك علاش عملنا قارنا بالماجوسكول بوغ اسيغي انه راهو ديما كونت اللي انا قاعد نقارن في دو حاجتين راهم حاجتين باش يكونوا ماجوسكول داكوغ. الوغ اذا كان الماجوس نتاع سيكس يقال هاش، الوغ شنو نجي نعمل هنا؟ نجي نحل تيست اخر، نقول اذا كان ماني عرفت وانا لهنا سيكس نتاعو هاش معناتها اوم، دونك نجي نقول هنا اذا كان لاج نتاع لوم هذايا اكبر من 18، الوغ شنو نجي نقول له لهنا؟ نجي نقول له اخير نجي نقول له لهنا اخير اوم ماجور. وي قول لي مشي لازم نكتبها ماجوس. اي بيان سور لازم تكتب ماجوس، علاش؟ على خاطر السكس نتاعي ينجم يدخلها هاش، اما ينجم يدخلها هاش مينيسكول سيشون كو هي هاش زاد يقصد بها اور. دونك شو لازمني نعمل؟ ميم سي هو يدخلها مينيسكول انا نطلعها نردها ماجوسكول باش نقارنها بحاجه ماجوسكول داكوغ. عبارة عملت الفاكتوريال نتاع ضربت في ماجوسكول منه وماجوسكول منه في الماضي. داكوغ داكوغ مسيو. مسيو بلين مسيو يا اخي عليه ما يفهمهاش كي تحطها له معناتها عادية من غير ماجوسكول البروغرام. باهي تو سامبلومون على خاطر الهاش نتاعي هذايا الكود اسكي نتاعها ماهوش كيما الكود اسكي نتاع الهاش هذايا. لي دو كاركتير هذوما ما عندهمش نفس الكود اسكي داكوغ. كيما الا هذايا الا مينيسكول الكود اسكي نتاعها قداش 97، والا ماجوسكول الكود اسكي نتاعها شنو 65. خاطر هو الاورديناتور يفهم بهذوما، دونك كيف يجي يقارنهم ببعضهم باش يقارن بهذوما يلقى لي هذا 65 وهذا 97 دونك ماهمش كيف كيف. دونك شو لازمني نعمل انا؟ لازمني in all cases شنو نعمل في كل الحالات شنو نعمل؟ ديما نطلع ماجوس باش ناسيوري انه الكاركتير اللي باش ندخلو ليتيليزاتور نطلعو ديما ماجوسكول. واضح ولا مش واضح؟ واضح مسيو ميرسي. دوريا مسيو انا نحط ماجوس. نعم ما فهمتيش مسيو علاش يعني حاطينها ماجوس، ما حبش تدخل مخي. باهي معاود باهي مش باهي. تعرف اش معناتها كود اسكي ولا؟ اي مسيو. باهي دونك تعرف اللي كل كاركتير عنده كود اسكي يظهر لي. اي ديكوبي الميكرو واحكي معايا. اي ديكوبي الميكرو واحكي معايا. عارف انه كل كود اسكي كل كاركتير عنده كود اسكي يقولي هذايا متفاهمين فيها. باهي دونك تعرف اللي الكود اسكي نتاع الا مينيسكول اللي هي 97 هكا ولا؟ اي وتعرف اللي كود اسكي نتاع الا ماجوسكول اللي هي 65. باهي ساشون كو انا كي نقول لك اكتب لي ا مخك شنو باش يمشي؟ مخك باش يمشي للا مينيسكول
والآ ماجستكيو. أنت كإنسان كهيومن بينج كي ترى هذوما سنين بعينيك تراهم كيف كيف هكا ولا أي تراهم هذاك سنين راهم زوز أ داكوغ ساشون كو هذايا كيفاش تراها أنت الدنيا تراها تراها كي وهذايا الأورديناتور كيفاش يراها الأورديناتور يراها 97 و 65 ما يراهمش كيف كيف داكوغ دونك شنو يلزمني نعمل انا في الكا هذايا يلزمني نقرا حساب الأورديناتور نتاعي يلزمني نقرا حساب الكومبيلاتور نتاعي دونك ليتيليزاتور يلزم نقرا حساب الأورديناتور نتاعي يلزم نقرا زاد حساب اللي باش يدخل البروجرام نتاعي اللي هو شكون اللي هو الكليون باش يستعمل الابليكاسيون نتاعي ينجم يدخل السكس هاش مينيسكول ويجي وانت تجي تقول له راهو سي با اوم جمله واحده على خاطر الهاش مينيسكول هذايا في نظر الاورديناتور ماهيش ايجال الهاش ماجسكول هذايا هكا ولا دونك ماهوش باش يدخل هنا دونك الكونديسيون هذه باش تكون له فوق فهمتني ولا لا؟ اي مسيو باهي مازلت ما كملتش فسرت دونك لهنا شنو باش يصير؟ مادام الهاش مينيسكول والهاش ماجسكول كي تجيبش كومباريهم مع بعضهم هما سنين هاش انا راهم هاش والليتيليزاتور باش يستعمل الابليكاسيون يراهم هاش زاده ساشون كو الاورديناتور نتاعنا ما يراهاش هاش الكومبيلاتور نتاعنا ما يراهاش هاش ما يراهمش كيف كيف سامحني داكوغ دونك شنو لازمني نعمل بوغ اسيغي لو بروبليم هذايا والمشكل هذايا نتاع الكومبيلاتور انه من الماجسكول للمينيسكول دونك كي باش نقارن بماجسكول يلزمني ديما شنو نعمل نطلع ماجسكول D'accord. Donc les petits d'achlo l'utilisateur, ils ont dit maintenant en majuscule. D'accord. Ou encore nous, en majuscule. Ok. L'année, quand le majuscule égale le H. Alors, je n'ai pas de l'année. Je dis notre ici or. Donc c'est bon. T'as ni tali, il y a H, il y a O. Donc t'as je n'ai pas. Je compte idem l'âge MTI supérieur ou égal à 18. هو سي ان نوم راهو ولا جو تاع اكثر من 18 الو باش نعمل تريتمون تاعي فينال هنا انا باش نفيشي ام ماجور هو اذا كان تقول سي نوش معناتها معناتها راه ولا جو تاع ماهوش سوبيريور 18 معناتها انفيريور 18 دونك باش نفيشي له نقول له هنا اكريغ ام مينور داكوغ ونجي نقولوا لهنا فا سي اوكي دونك هذايا السيلول هنايا اللي دخلنا لها هنا اذا كان الهاش نتاعي اذا كان السكس نتاعي او هو دون لو كاو السكس ماهيش هاش معناتها راهي باش تكون حاجه اخرى كما تنجم تكون الاف اللي هي الاف اللي هي فام دونك نجي نقولوا لهنا سينو سي الماجوس نتاع سكس إيجال إف ألوغ شنو باش نعمل هنا ألوغ راني باش نجي باهي أنا باش نسطر هذي هكا خاطر نجم نسحقوها هذيك من بعد ألوغ راني باش نجي لهنا نحل تيست آخر باش نتستي توا على شكون على لاج نتاعي إذا كان لاج سوبيريور 18 ألوغ باش نقول لك لهنا إكخيغ فام ماجور سينو كي نقولوا سينو لهنا اش معناتها معناتها لاج نتاعي انفيريور 18 الوغ شنو نجي نقولوا لهنا اكخيغ فام مينور بعد نقولوا لهنا فان سي بي باش نرجع نستر لهنا هذايا السي نتاعي هذه تذكرتها لهنا وهذايا باش نسكرها لهنا D'accord, le commandant à la nez, mais il a qu'un utilisateur, il a de Khali la hache, il a de Khali F. Donc, il a une traité le cas à des, et je prends en considération la KND. Et les hiers, non, j'ai la nez en colo. Sinon, je coule sinon, et je mets à l'année cadre rejectif, je coule un rejectif le cas à des, il y a mais H ou mais F. D'accord, maintenant, d'un caractère R. Donc, je vais écrire autre
معناتها لا ولا أم لا فام سي ان اوبجي داكوغ. بعد نجي نقول له فان سي نتاعي الكبيره هذايا. في البوان هذا اسكو عندكم دي كيستيون ولا مسيو؟ مسيو تفضل. مسيو يا اخي علاه ما نخدموهمش مع بعضهم ونحطوا بيناتهم اوبيراتور لوجيك معناتها سي ماجيسكيل معناتها وكله بيناتهم اند ولا ايه؟ صحيت وماي ما تنجم تخدمها هكاك. اما انا جوست حبيت نوريك لوتيليتي نتاع سي امبريكي داكوغ. انا حبيت نوريك السي امبريكي كيفاش نجم نستعمل اصلا هنا. شو سهل عليك اللوجيك بتاع لحظه بربي سهل عليك اللوجيك بتاع الخدمه وماي سي امبريكي. علاش؟ على خاطر انت باش تريتي ديكا في الدنيا هذه عنا شنو؟ عنا يا او يا فا يا اوبجي يا حاجه اخرى هكا ولا دونك لهنا شنو باش نتستي؟ باش نتستي على السكس نتاعي باش نشوف السكس اذا كانوا او راه توا باش نتستي على الماتوريتي نتاعي اذا كانوا ماجور والا مينور. دونك نجي نعمل سي اخرى في وسطك السي هذه. فهمت كيفاش خممت لوجيك انا؟ لكن تنجم تقول اذا كان اذا كان الماجوس نتاع السكس ايجال هاش اي لاج سوبيريور 18 الوغ شنو باش نعمل؟ باش نقولوا اكرير اوم ماجور سينون سي الماجوس نتاع السكس ايجال هاش اي الاج انفيريور ا 18. لاحظت شي اللي كلمه ماجوس سكس ايجال هاش تعاودت مرتين في الفكره نتاعك انت ولا اي مشي؟ دونك هذه ريدوندونس نتاع كود، هذه كود قاعد يتعاود، سي با اوبتيمال الكود نتاعك، دونك لازمك تستعمل هنا سي امبريكي باش تكتبها جوست مرة واحدة كلمة السي ماجوس سكس ايجالا هاش. فهمت ولا؟ فهمتك مسيو، مي اني قلت لك هكاك خاطر ساعات يعطيك بروبليم في برشا تريتمون، فهمت؟ دونك كي تكتب برشا حاجات ما تبقاش وقتك، كل قلت تختصر معناتها. هو بالعكس بالميثود هذه باش تكتب اقل على خاطر اذا كان جينا باش نخدموها بالكيز اللي تحكي عليها انت اجى المساج نمشي معاك هناك. اذا كان باش تكتب هكا اذا كان شوف انا اطول ماجوس تاع سكس ايجالا هاش اي لاج سوبيريور ا 18 الوغ اكريغ اوم ماجور sinon si le majus nta sex égal à h et l'âge inférieur à 18 alors تعاود تقول له لهنا راهو مينور باش تجي لهنا تقول له سينون سي تعاود نفس الحكايه الفام دو فوا. الكود هذايا اللي انا جي ايفيتي اني نكتبه دو فوا هاو ريتها هذه جي ايفيتي نكتبها دو فوا وهذه جي ايفيتي نكتبها باش كي جيت استعملت لهنا اذا كان استعملتها مره واحده هاي اذا كان لاج اذا كان السكس نتاعي قالها هاش الوغ مش ندخل في السي هذا سينو سي ومايلو. هاي نسمع فيك مسيو. فهمت الفازة ولا ايه؟ فهمتها يعني مسيو خاطر من الاول ماشي في بالي جوست بس مش باش نعاودها له مرتين معناتها نقول له جوست سينو راهو مينور معناتها ما نعاودش نقول له. يعني تخمم فيها انت راهي خدمتك صحيح صحيح خدمتك صحيح لوجيك صحيح اما راه باش يضيعك وباش يتعبك برشا باش يضيع لك برشا وقت انك يعني تعاود الكتيبه هذه تعاودها دو فوا وبالفام كيف كيف راك باش تعاودها دو فوا زاد داكوغ. Donc c'est du perte du temps. Oui. Voilà, monsieur, merci. De rien. Donc, le tsawar fait le problème. Donc, je vais arrêter l'enregistrement l'année à la fin de la partie était débarquée. Donc, on va re-enregistrer encore une fois pour faire des exercices.